بغل ايش؟ اه قوم لسه نايم. قوم قوم يلا قوم 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 لسه نايم. اللي بعمرك صار زمان رايحين على الشغل. قوم 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 لشوف قوم. بدك تجيب لي 50 ليره؟ بدك تجيب لي اياها من تحت لعبات، تفهم؟ بابا منين نجيب؟ تروح بتشحن، بتروح بتدبر من وين ما كان. انا ما دخلني، لا بتدخل على البيت الا ومع 50 ليره، تفهم؟ بابا بلكي ما عرفت اجيب. ما بتجي على البيت الا تجيب ال 50 ليره معك. يلا روح اطلع لبرا، اطلع بسرعه يلا. جاي جاي انا. لا لا ما ينفع. يلا شوي وبحكي معك شوي بس. يلا. شو عم تسوي انت عمو؟ شو عم تعمل؟ طب عمو انت ليه عم تشحط؟ ابوي بعتني اشحط، قال لي ما بصير تجي على البيت الا معك 50 ليرة. يلا. ابوك بعتك؟ ايه ابوي بعتني. يعني ابوك ما عم يشتغل؟ لا ابوي بعتني انا واخواتي عشان نشحط، كل يوم ببعتنا نشحط. اذا ما بنجيب له 50 ليره من هون بضربنا بابا وقلنا على البيت. بيتكم وين صاير؟ عمو هون بيتنا. قريب من هون يعني؟ ايه قريب من هون. طيب امشي روح بعتنا. لوين عمو؟ لوين عنده على البيت احكي مع ابوك. تعال شوف. هذا رامي. هذا رامي يا ابو. مين؟ مرحبا. هذا انت ولك حيوان؟ انا مبعتك على الشغل؟ انا بورجيك حسابك على اللي جبته معي. اهلا وسهلا. مين الاخ؟ فيني اتفضل لجوا معلم؟ تفضل فوق. فقط هذا الموجود وفقط. لا لا تحزني يا خيي، انا ما جاي اضرب، انا بس جاي احكي معك جوزين كلام وامشي. تفضل فوت بالموضوع، ايش لازمك؟ اخي بالمختصر انت هلا ابنك كيف تبعته شحاده يروح يلم لك مصاري بشحاده؟ كيف تبعته يروح يشحن بالشوارع وانت شاب طويل عريض فيك تشتغل قد 10 شباب؟ عفوا انت ايش دخلك؟ ابني ولا حرفي؟ هلا ابنك على عيني وراسي، بس انت فيك تشتغل وهو فيه يشتغل، تشتغله بكرامه، ما بتروح تبعته له يشحد ولادك كله بعته له يشحدوا، هذا شيء غلط كبير، طولك طول الحياة بتقدر تشتغل تحت بناية، بتجي بتبعت ابنك له يشحد وانت متشطح بالبيت؟ الشغل مو عيب ابن عمي، ومين انت لحتى تجي تتدخل فيني وفي ابني؟ وبعدين هذا ابني تجحش حسابه عندي، ايوه انا جبته معي، خليني احكي معك جوزين كلام وامشي. بسرعة شوي، انا محترمك لحد الان لانك ببيتي. ليك انا ما لجي اناقش وخانع او شيء، انا بدي افهمك جوزين كلام. انك دير بالك على ابنك، وانت شاب فيك تشتغل، فيك تجيب مصاري، يعني انت بالشهر تجيب 2000 هو 1000 بالشهر يدكو 3000 ليرة، بس بشغل بعرقش بينك، حرام انت بارك بالبيت متشطح مثل الحريم، وتبعت اولادك يروحوا يشحدوا لك من الشوارع، هذا شيء غلط كبير يا اخوي، انا جاي انصحك لانك ابن بلدي، ما لجي اخانقك او اتخانق معك واعمل معك مشاكل حتى اورجيك شو صح او غلط، لا انت شاب عقلك براسك، بس حرام اللي عم تعمله بحالك وبولادك. بدك يعني بعد العمر اروح اشتغل عند العالم يزلوني؟ يا ابن العم الشغل مو عيب وانت قلتها بلسانك، بتعرف حالك عم تشتغل بحرق جبينك، ما بتمد ايدك للناس لحتى تعطيك، الشغل مو عيب، العيب انك تمد ايدك للناس، هي نصيحتي لك، بتمنى انك تفهمني وتدير بالك على اولادك وتضبهم تحطهم تحت جناحك وتشغلهم كلهم معك، مو تبعتهم تحت الشوارع يروح يشحلوا. دير بالك بحالك ابني، اشتغل لا تتعلم صيغة ابوك، اشتغل بعرق جبينك وعيش اهلك، خليك قوي. دير بالك على حالك واي شيء بلزمك تجي لعندي. ماشي. خاي لحظة تفضل. كلامك صح، الله يعطيك العافية، والله يكتر من لسانك. خلص من بكره إن شاء الله أجي لدورك إن شاء الله. نحن هيك ربينا يا ابن البلد. وأنا بخدمتك، ابنك بيعرف بيتي، وأيمتى ما احتجتني بانتظارك. الله يفتح بوشك وينور دربك يا خاي. دير بالك على أولادك، أنت المسؤول عني. عمو Thank you.